مراد حبيبي، هالمريول كبير عليك، اصحك تدوس علي بتوقع لا سمح الله. مراد اتركوا حبيبي اتركوا، انا بدي البسه مشان ساعدكم. بعد ما نرتب هالاطراميزات رح نخليك تساعدنا. هاتو هذا كبير عليك ابني، خليني اعطيك واحد اصغر منه. خفل لي ايدك شوي قبل ما يخلص الوقت. ماشي. عجل شوي، شو ما بتفهم؟ اصبر شوي. بعد لي هيك شوي. هدايات فرجيهم للشباب كيف تحمموا العالم هون. هلا رح فرجيهم. معكن 10 دقايق. ايه فهمنا، سكر الباب، بلشنا نبرد. لا تلعوا، في عالم ناطرة برا. ايه ماشي فهمنا، يلا سكرنا الباب. خليني بلش اتحمم معك. ولك استنى شوي، خليك عم تراقب. صار لي زمان ما اخذت هيك حمام. أهلين سيد أيهم. لحد هلا ما لقينا محل. بالله عن جد؟ وبالسعر اللي بدنا إياه؟ إيه كتير منيح. فينا اليوم نروح نشوفه؟ لأنه مرتي معي هلا. تمام. هلا أنا مشغول شوي، بس خلص بدق لك وبشوفك بالمحل. ماشي، شكرا لك، يعطيك العافية. مية الدنيا ما بتنظف وساختكن. احكي عن حالك. خلصوا لك. اكلوا. خلصنا اتركن. خلص نزل ايدك. فوتوا لجوا، اجا دوركن. شوف شو صاير هون. يا الله. شفتوا ما قلت لكم؟ خلوهن معكم. حضرة المساعد، نحن شرحنا واعينا هون. يعني ما في حدا يحرسهن، نحن شو بدنا نساوي هلا؟ احمد مين اخذ لهم ثيابهم؟ ما شفت شيء. مين عامل هيك؟ عاملين على اواعينا. يقطع عمرهم شو حيوانات. هلا بيكونوا عاملين له برا. لك والله بيستاهلوا. والله ما اصبروا فيهم. الله لا يكرمك. والله بيستاهلوا اكثر من هيك. نعيما ان شاء الله. كل هالقد شوب برا. يا الله. الو ميسر، وينك لهلا؟ تعالي خدي لمراد. ايه ليكني جايه، يلا صرت على الطريق.
لا تتأخري. الجاي. إيه ها؟ هيك تمام. يسلموا فهمي. كريم راح شغله اليوم؟ اليوم فاطمة بدها تقدم أول فحص، راح يوصلها. ها موفق إن شاء الله. تسلم تسلم. صرتوا تعرفوا وين أنا مبسط، أي شي بتعتازوه خبروني. ماشي لمعي؟ ماشي بس أنا بضيع هون، أنت طلطل. ماشي. كريم كريم بلا هالحركات ما في حدا بالبيت. اترك ايدي. انا عم راقبكم بكل خطوه انتم عم تخطوها. شو معنات هالحكي؟ صرت ميسر صرخ وبلم الناس عليك. جاي اقول لك كلمتين وماشي. بس انا ما بدي احكي معك. نحن مو هيك اتفقنا. ها روح من هون. استني لحظه، وقفي شوي ميسر، بدي اقول لك شغله. وقفي شوي. لك حل عني. تدهني من هالكريم بس ليكي اوعك تعرضي حالك لأشعة الشمس، وبفترة قصيرة راح تروح كل البقى. والله حلو كتير. جربي وإذا ما استفدتي عليه رجعي، نحن هون. مزبوط حبيبي مراد، خلاص كن بقى. يلا لساتو انتاز السمكات، قرب وشوف، نقي على كيفك، اليوم في بكرة ما في. يلا سمك تازة سمك تازة، قرب، ما رح تلاقي غير عنا، قرب وشوف. ناخد سمك؟ ما في داعي، خليه لغير يوم. مرحبا. تفضلي. عندك شي مشان هالبقعة؟ فرجيني. شوفي بوصيكي تاخدي من هاند. معناتها باخد قطرميزين، قديش حقهم؟ 50 ليرة. هاي حقهم. أنا رح رجع لك مالي. مراد حبيبي اقعد عقل، لما يدير بالك. ها ماشي تعا ابني تعا. ترباية الولاد صعبة. شو بنعمل؟ لا تزعل أمك. بتعضيك. أهلا وسهلا. عندك شي للتنحيف؟ إيه ليك عندي. فيكي تستعملي هالخلطة، هاي بتخلطيها مع ليمون وتفاحة كمان، واغليهم مع لترين مي، بتلاقي هون مكتوب طريقة الاستعمال. بابا اشتري لي هاي اللعبة. بدك من هاي الألعاب؟ بعدين حبيبتي. وشو في بقلبها؟ بقلبها زنجبيل وفي قرفة وفلفل أسود، طبعاً لا تنسي الأعشاب كمان. شو بدك تاخدي؟ مراد حاجة ابني صرعتني. هي للتنحيف، ايه رح أخذها. تكرمي. مراد اهدى. بابا اشتري لي لعبة. ماشي حبيبتي بعدين. 70 ليرة. أخي شوف هاي لهر الشعر. معك فراطة صالح؟ خليه ينقلع من هون. حبيبي تعال هون اقعد لشوف. شوفي هذا هو الزلمة اللي ضرب ماما. صالح لمعي. صالح لمعي. صالح لمعي. لك شو عم تعمل لمعي؟ خلص اتركه. اسمعي ست ميسر، اصحك تديري لي ظهرك. ها لك شو بدك مني؟ انا ما عاد لي عين اطلع بوشهم. اصلا انت ما رح تحتاجيهم، انا رح عايشك عيشة الملوك وفيني خلصك من كل هالشطة. تعو 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 في خناقة. لك الكل عم يطلع فينا، حل عندي. انا ما بدي منك غير انك تحكي نفس القصة القديمة. لك شبك لوين رايحة؟ طول بالك يا اخي. لك شوبك شبك اتركه اتركه تعال. خلص يا اخي اتركه، الله يخليك، الله يرضى عليك اتركه. خلص يا اخي خلص بدي بالك. شبك شو في بيناتهم؟ تعولك لما تعرف. طول بالك طول بالك، هلا هلا بنحل الموضوع. طول بالك بس الدرجة جاي ما رح تفضل ايدي. يا اخي هدي شبك. خلص اهدى لمعي. لا تخاف. خلص يلا انقلع مرادك. خلص يلا رح ينقلع. شو عم تعمل هون؟ خلص شو بدك؟ لحقنا وين ما بنروح. لك انا اجيت لهون بالصدفة. انقلع يلا. روح 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 من هون. يلا نلع حاجة أخي. خلاص والله ما فهمت شو قال الزلمة، ضارب له مرته ولا شو ما بعرف. خلاص خلاص اهدى يا حبيبي. هدي صالح طلع من حياتي وحاش الحقني بقى. نلع من خلقتي. Thank you.
الله ياخذوا الحيوان يقطع عمره. من وين طلع لي؟ الحمد لله على السلامة. يسلموا. شو هاد؟ واحد أجدب طلع لي من الصبح ونزع لي نهاري. بس شوف الجانب المنيح، ها؟ هذا الشيء رح يكون سبب تعرفنا على بعضنا هون. شو قصدك أنت كمان؟ شو رأيك نقعد بشي مكان وتحكي لي قصتك مع ميسر كيتنجي؟ بلكي بتكسب ثروة من ورا هالقصة. تفضل. شو قصدك؟ ما فهمت. خذ المحرمة وتعال نحكي كلمتين أنا وياك. كيف كان امتحانك؟ كيف قدمتي؟ كان سهل، ما خفت، جاوبت منيح. قلقت عليكي لأنك طولتي. مو أنت قلت لي ضلي لآخر الوقت؟ ورجعت دققت كل أجوبتي. كتير منيح. يلا خلينا ناخد تاكسي. خلينا نتمشى. لا لا، رايحين مشوار. لوين؟ مفاجأة. سيد أيهم، ليك نطلعنا بالسيارة وجايين لعندك. 10 دقايق منكون هنيك. طلع دغري. كنت تركته يروح، كان ضروري تعمل مشكلة؟ ليش ضربته؟ ليش لتعملنا فضيحة؟ وقف أنا وحاكيك، بهتلتنا قدام الكل هون. وليش لا تعيط قدام كل العالم؟ مراد ابني وانا ابوه. ما قدرتك مش اعصابك؟ لا ما قدرت، انا مجنون وواحد اهبل وما بتحكم باعصابي. يعني ما صار الا وفضحتنا. اهلين نزير بيك، بترجاك تبشرني شي بشارة حلوة. والله يا ريت، بس مع الأسف الدكتور ورئيس المغفر أيدوا الإفادة اللي قدموها أولاد رشدان. لا، وأنا حسيت إنه القاضي بلش يشك فينا نحنا. والله ما تفاجأت بحكيك طبعا. بالمناسبة حددوا موعد المحاكمة. بالله، وإمتى؟ 19 حزيران. هاي الجلسة كتير مهمة بالنسبة إلنا. الإفادة اللي رح تقدمها الست ميسر كتير مهمة كمان. رح نشوف شو الله بيسير. ماني مصدق إنها صدفة إطلاقا. أنت الله بعت لي إياك من السما يا صالح مرجان. من هلأ ورايح رح نلتقي كتير ورح نشتغل مع بعضنا. إيه تشرفنا. وأنا كمان. يا أهلين. يسلموا ايديك. ليش اجينا لهون؟ ليش اجينا؟ اذا عجبك المحل راح يكون محل شغلك هو. ايه لا، تعالي. اذا انت وافقتي راح نعمل مطعم صغير، وانت راح تكوني الطباخة هون. كلنا رح نساعدك طبعا، امي وانا وقت فضاوتي، واخوك لمعي والست ميسر رح يكون خاص فينا. مو معقول. الفكره لامي طبعا. شافته للمحل؟ لا، بس انتي شو عجبك؟ ايه عجبني. اهلا وسهلا. مرحبا سيد اهلين. ليكي اذا عجبك مناخده، اتفقنا على السعر. تفضلوا شوفوه من جوا. يعني كم علبة دهان وبيمشي حاله بظن. بيومين بدهنه كله. بس ناقصه فرن كبير.
معناتها ما رح نحتاج طاولات كتير، في ستة بكفو وزيادة. ستة بكفو؟ اي ستة ميسر. ما رح وافق تدفعوا كل المبلغ انت والست مريم، انا ولمعي قررنا نساهم معكم. وليش ما اخذت رأيي لمعي؟ حكينا انا وفاطمة. انا وامي رح نتكفل بكل المبلغ، ما في داعي تدفعوا. ما دام المحل إلنا كلياتنا لازم نشارك فيه، غير هيك ما رح اقبل. لحظة، خير ان شاء الله، اكيد من المحكمة. تعال. رسالة مبروك، اخيرا وصلت. شو هي ميسر؟ من استراليا. لا لا مو إلك كريم، هاتي لشوف. ليش جاي على اسمك؟ انت شو عاملة؟ بعتي رسالة لأبوه لكريم؟ فتي على أوضتي وفتشتي بين أغراضي؟ قريتي الرسالة ما هيك؟ لك احكي، انت شو طينتك؟ احكي، ليش بتحشري أنفك بكل شيء؟ لا تنبحتي علي، انتو الاثنين معليش تفتحوا الرسالة وتقروها وأنا مذنبة بس لأني رديت عليه. بس نحن قرينا. ليش عم تبسبسي؟ ليش؟ ما قريتوا الرسالة ولا أنا غلطانة؟ كريم تركيني بحالي. هلا شو صار؟ أنا ما فهمت شيء. برافو ست ميسر، ارتحتي هلا؟ برافو عليكي. لك أنا حبيت أعمل منيحة معكم. هالشغلة مو شغلتك أنت. مشان كريم؟ لا وكمان بعتي له رسالة؟ ماني مصدقة اللي عم شوفه، بحياتي ما شفت هيك قلة احترام. لازم توقفي عن حدك، بكفي بقى، حالتك لعب ومسخرة. أنا بعتذر منك، انت بتشق الرساله قبل ما تقراها لهيك. ما خلص بترجاكي تسكتي. الست مريم كانت حابه تخبرك عن موضوع هالرساله، بس ما توقعنا انه ميسر تلاقيها. وانت ليش ما خبرتين؟ قلنا لحالنا لنشوف شو عم يكتب لك، صار له سنين وانت ما عم تقرا رسائله. حبيبي كريم رح اشرح لك. شو بدك تشرحي لي؟ ما بدي اسمع. كريم خلص اتركيه، تعي شكله تضايق كتير. آه منك يا ميسر، آه احترت شو ساوي معك. اللي عملتيه عيب ميسر، عيب عليكي. لمعي مو ناقصتك انت كمان. ما عم تتحملي حكي، ودايما انت غلطانة. أصلا عملت هيك لمصلحته، انتو ليش مو حابين تفهموا؟ بس هنن معهم حق، وشو كتبتي له للزلمة؟ حل عني انت التاني. لازم تحشري أنفك بكل شيء؟ قولي لي ليش عملتي هيك؟ انت ناكرة للجميل، أنا عملت كل هالشيء مشانك. لا ضيتي على أختي، لا ضيتي عليها. وصلاني معي لهون منك، ما بكفي اللي صار اليوم بالسوق من وراكي؟ بدل ما تهدي وتكني عم تعيطي كمان؟ لك حاجتكم بقى، روحوا حلوا عني. لوين رايحة؟ تارك البيت وماشي. لوين؟ اللي بيسمع حكيها بيفكرها ملاك، عم تعاتبني كمان. استني، لوين رايحة؟ لمعي لا تلحقني مش ما افقع براسك.
بالبداية أنا حابب أتشكرك لأنك بعتي لي هالرسالة. كنت قلقان على ابني، صار لي شهور ما بعرف عنه أي شيء. طمنتي لي قلبي. ممنون لإلك على هالشيء. كريم كل شيء إلي بهالدنيا. حتى لو هو ما بيعرف، بس هو قطعة من قلبي وكل شيء بملكه إله هو. وبدي أتشكرك كثير لأنك شجعتيني أرجع على اسطنبول وشوفه لابني. عن جد شكرا. وأنا بأقرب فرصة رح أجي لحتى أشوفه. رجاء خليني على اتصال. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. وين ميسر؟ وين ميسر؟ راحت مانا بالبيت كريم. يا ميسر! طلعت 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 لبرات البيت. بدي حاسبها عملتها هي. لازم تدفع ثمن قلة أدبها هي. بكفي بقى، مين أعطاها الحق تعمل هيك؟ روي وعدو، خلينا نتفاهم ابني. أنت اللي أعطيتيها الفرصة، لولاك أنت ما عملت هيك. حاجة تعيط كريم. مين أعطاك الحق لتخبي الرسالة؟ مين أعطاك الحق لتقريها؟ أنا متفاجئ فيكي، عن جد فاجأتيني.
طبعا منافسينه رح يستغلوا الفرصة ورح يبلشوا يحكوا من تحت لتحت بالكواليس، لك حتى أقرب الناس لإله غدروا فيه. تعرفي لأبوكي ما بيتنازل بسهولة أبدا، بس هنن يلي ضغطوا عليه كتير مشان يقدم استقالته. اليوم رح يعقد مؤتمر صحفي وبده يعلن فيه انسحابه من الترشيح. ما وصل لهالشي بالسهل، صار له سنين عم يكافح. معقولة كل شي ينتهي بهالبساطة؟ ماما خلص بكفي. بعرف انه انتي مو مضطرة لتواسيني، بس على القليلة لا تكوني لا مبالية لهالدرجة، لانه انتي المسؤولة عن كل يلي صار. بعتذر منكن، لانه الشخص اللي حبيته ووثقت فيه خذلني. ألو؟ مين؟ أنت دقيتي لي. دقيت لك أكثر من مرة وأنت ما عم ترد على موبايلك. إيه كنت مشغول شوي. في كم شغلة بدي حاكيك من شانها. إيه تفضلي أنا عم بسمعك. لا مو هلا. إمتى لكان؟ اليوم إذا أنت فاضي. ماشي، وين منلتقي؟ أنا بدقل لك وبخبرك وين، بس مو بمكان عام. وما فيني أجي لعندك، تعالي أنت لعندي. ماشي، ببعتلك العنوان برسالة. اتفقنا، أنا ناطرك. مع السلامة. كاسة شاي لو سمحت. حاضر مدام. مرحبا ميسر. لا تخافي ماني جاي. ترك ايدي. انت شو جاي تعمل هون؟ عم تراقبني؟ ايه مزبوط، كنت عم راقبك مشان انفرد فيكي. العالم عم تتطلع، ايدي خلينا نحكي. ما في شي بيناتنا نحكي فيه. بترجاكي ميسر، اقعدي واسمعيني. جيب لي شاي لي. حاضر استاذ. ايه مرتي عرفت بكل شيء بعد الخناقة اللي صارت بيني وبينكم بالسوق. حكيت لها كل شيء، عن مراد وعنك وعن كل شيء. وابي عرف، قلعني من الشغل وطردني من البيت. حاج تبكي ست مريم، خلص لا تقهري حالك. اشربي لك شوية مي. كريم ما كان قصده يعيط عليكي، عذري كان كتير معصب، بس رح ينسى كل شي لا تخافي. كل الحق علي بعرف، وشو ما قال لي بيستحق أنا عذرته لأني غلطت. فاطمة أنا كيف غلطت هيك غلطة؟ أنا شو اللي خلاني أعمل هيك؟ أنا اللي أعطيت ميسر هاي الفرصة. أنا كان لازم شك من أسئلتها بالفترة الأخيرة، شي بتسألني عن أبوه لكريم، شي بتسأل عن شو بيشتغل وشو قصته. أنا كان لازم أعرف من وقتها. من وين كنتي رح تعرفي؟ بس شكيت فيها متأخرة وشقيت الرسالة وكبيتها بالزبالة. بس هلأ شو بدي أعمل؟ كيف بدي راضي لكريم؟ شكله ما رح يسامحني بنوب. اهدي، أنا بحاكي لكريم، هو أكيد ما رح يكسر بخاطري. يلا ليكني رايح أحكي معه. أخي أعود، تركه على راحته. طيب ماشي، بعدين بحاكي، بعدين خليه يروق هلأ وبعدين بحاكي. لك أنا بدي أفهم على شو ناوي هالمرة، ما كنت أفهم أبدا. ما فيها تتركنا بحالنا إلا ما تتحش أنفها. مزبوط، حتى أنا اتضايقت لما سمعت، بس أنت سمعتيها قال ما كان نيتها تأذي حدا. بالله ما كانت ناوية تأذي حدا،
ما حدا غيري هون بيعرف نيتها للست ميسر أكتر مني أنا اللي بعرف. صرت حافظتها منيح. كريم استنى لحظة، بترجاك تسمعني. بعتذر منك، أنا والست مريم ما كان قصدنا نعمل شي بسألك أبدا. نحن شفقنا على أبوك وبس، وحبينا إنه نعطيه فرصة ونساعده. مزبوط، اللي عملناه كان غلط وعيب كمان، واللي عملته مرت أخي أفظع من اللي عملناه. ما عم دافع عن حالي ولا عن الست مريم، بس لما عرفت إنه صار لك سنين عم تشق الرسايل وترميها، وشفتك بعيني رقمت الرسالة اللي قبلها، صار عندي فضول لأعرف شو صاير معه. بلكي الزلمة محتاج مساعدتك. وليش تساعده؟ أنا ما عم قلك تسامحه لأبوك، بس على قليلة اقرا رسايله لتفهم شو بده منك وشو حابب يقلك. فاطمة اسمعيني، بترجاكي ما بدي أحكي بهذا الموضوع. أنا تعلمت كتير من الشي اللي عشته، تعلمت إنه بعض الأمور مو مثل ما أنت بتشوفها، تعلمت إني شوف الأشياء من أكثر من مطرح مشان ما أتفاجأ فيها. بجوز أبوك بده يقول لك شي لمصلحتك، ما رح تعرف إذا ما سمعته. يا ترى شو كان صاير معه؟ وشو وضعه هلا؟ مبين إنه ضميره عم بيعذبه. يا ترى شلون عايش؟ أكيد عم بيعاني، قدر وضعه. لك حتى اعتذار ما سمحت له يعتذر منك، وهالشي رح يعذبه أكيد. فاطمة اسمعيني، اللي سواه أبي ما بينغفر. أنا مستحيل أعفي عنه، مستحيل. صدقني العفو بيخليك ترتاح. أنا عشت هالتجربة من قبل. على القليلة جرب مشان حالك أنت لا تحس بالراحة مو مشانه هو. جرب وشوف. ما ضل شي ناخذ ونعطي فيه. صهري لا تحاكيني بهالنبرة، بترجاك. ها انت مالك عم تعطيني صدى، وبتعرف منيح قديش تعبته هالشي، انا بستحقه. خلص خذ وبلا لعي. الف مبروك. خلينا ننهي الموضوع ونخلص. صهري قلت لك اترك هالموضوع علي. ايه صدقني ما رح اقصر، حتى ميسر بتقدم افادتها لصالحنا ما رح وفر حدا. بأول جلسة رح يفرجوا عنا إن شاء الله. صهري خلص بقى، حاجة تتخوف. فاطمة لما هربت من البيت كريم خبر الشرطة، وبعدين لقوا ببيت هديك الفلتانة، قصدي نور. سجلت كل هالشي بملف القضية وبعدته للقاضي، وبكرة بتشوف النتائج. نور صارت بجيبتنا وميسر على الطريق. طيب إمتى منير؟ قلي. عن قريب صهري، وساق فيني شي مرة أنا خزلتك. كل العيلة دريت القصة، حتى القرايبين كمان، وولادي عند الجيران. تخانقنا أنا ومرتي، وأبي ارتفع ضغطه، أمنا أسعفناه على المشفى، ركبوا له سيروم، وقدام كل الدكاترة طردني وقال لي ما بيشرفني إني يكون ابنه. رجعت على البيت
لقيت مرتي ضابطت لي كل اغراضي، وكانت رح ترمي لي اياهم من الشباك كمان، بس خافت من الفضيحه، وهلا مصر على الطلاق وقال ما بدها تتراجع ابدا. بس تروق مرتك رح ترجعوا لبعضكم، لا تخاف. انت ما بتعرفيها، كثير عنيده. المهم انا حملت حالي وطلعت من البيت، وهلا نازل بوتيل. خسرت كل شيء، كل شيء، تصوري. والشغيل اللي صار له سنين عم يشتغل عندي، تخيلي ما سمح لي فوت على المستودع. قال هي تعليمات الوالد، مانعوني يفوتوني لجوا. يعني بسلامة فهمك، صفيت لحالي بالشوارع هلأ.